أول طريقة بنقسم فيها الألفا بنسميها ألفا كونفيجريشن كونفيجريشن، الثانية بنسميها بيتا كونفيجريشن كونفيجريشن، وفي طريقة بنقسم فيها آخر كاتيجوري اسمها أوميجا كونفيجريشن كونفيجريشن. دي أهم طريقة البيتا، عشان لو بعمل ألفا يشوت بي فولد باي البيتا، ولو بعمل أوميجا برضه يشوت بي فولد باي البيتا، فأهم حاجة بيتا أوكسيديشن كونفيجريشن. طيب لو عايز نتكلم عن البيتا أوكسيديشن كونفيجريشن، خمس عناوين محطوطين: ديفينيشن والتايب والستيب وإمبورتنس ريجوليشن. ديفينيشن أوكسيديشن كونفيجريشن انتو إيه تايب كويس؟ التايب موجودة في الميتوكوندريا ماتريكس أوف موست ديفيجن، إسبيشالي مين؟ الليفر. قلنا الليفر لو قدرة كثيرة وغير محدودة وغير متناهية على الابتيك وكمان الاوكسيديشن اوبالبدل. طيب عايز اعرف الخطوات، ثلاث خطوات صغيرة. اول خطوة اكتيفيشن اوبالبدل تو فور انسايكوين. الخطوة الثانية ترانسبيشن اوبالانسايكوين من سيزول للميتوكوندريا او ما يعرف بحاجة اسمها كارنيتين شابل. الستايل واي بقى موجود خلاص في الميتوكوندريا ميتريك، خلاص ادخل بقى على ايه؟ على التست وفي البيتا. اول خطوه اكتيفيشن اوف فاتي اسيد تو فورم ستايل واي، ده بيحصل بنزين اسمه فاتي اسيد سايتوكاين او ليه اسم تاني ستايل كو اي سنسيتيف، بيدخل الفاتي اسيد ويدخل كو اش ويدخل اي تي بي ويطلع اي ام بي وبي بي ار، اللي بسرعه تكسر بنزين اسمه فايروكوزفاتيز بي بي ار وبي ار. وهنا انا اخترت اثنين هاي انرجي بوند اكويفالنت لاثنين اي تي بي، يبقى في اثنين هاي انرجي بوند فقط ودول مكافئين لاثنين اي تي بي، اوعى تنساهم بقى عشان نحسبهم. التفاعل ده بخساره للاثنين، فضل الاكتيفيشن بقدر فيها اثنين اي تي بي، والتفاعل ده هايلي ريفرسبل وكمان هايلي انكسبل. الاسايل كويه موجوده في دول وانزيمات البيتا اوكسيديشن موجوده ميتوكوندريا. يقول لك والله لو الانسايل كوي ده شورت او ميديم تشين مفيش منه مشاكل. يعدي اوتر ويعدي انر ويروح داخل ميتريك يحصل له اوتش. لكن مشكلتي بقى في الحياه لو فاتي اسيد لونج تشين اكتر من 12 كربون. ده الانر ميتوكوندريا ممبرين امبرمبل للونج تشين انسايل كوي اللي اكتر من 12 كربون. وبالتالي لازم يكون عندي طريقه رام ميكانيزم ما بأكد أو أقلل اللونج تشين انسايد واي من سيزول الميتوكوندريا. هذا ما يعرف بحاجة مع الكارنيتين شابل. عندي كل طريق واحد مكافت واحد والتاني مكافت تو، الاثنين دول شغالين في الكارنيتين شابل عشان يترانسلوكيت اللونج تشين انسايد واي من سيزول الميتوكوندريا. الانسايد واي بيعدي الاوتر ميمبرين، ركز معايا، موجود في البيت يلاقي دي اسمه كابت 1 يتعالوا مع كارنيتين ويبدلوا مع بعض، يبقى عندي كواش فاضي ويصير كارنيتين. كواش يخرج بره عشان يكاتلايز رياكشن جديد. يصير كارنيتين عندي الانر ويبقى موجود في الميتوكوندريا ميتريك. يلاقي مثلين دي اسمه كابت 2 يتعالوا مع كواش فيطلع كارنيتين ويصير كارنيتين. الكارنيتين يروح خارج بره في البيت مره كمان عشان يكاتلايز رياكشن جديد. وبالتالي الترانسبورتر بيدخل الايثايل كارنيتين وبيطلع كارنيتين اسمه كارنيتين ايثايل كارنيتين ترانسبورتيت وده انتي بودي. وكده انا عندي اهو ايثايل كوي موجود في الميتريكس وريدي فور ذا ستيب اوف بيتا اوكسيديشن. تعال نسالني السايت اوف الاكزاكتور، هقول ان كابت 1 موجود في الاوتر بار سوري في الانر بار وفي الاوتر ميتوكوندريا، ولكن كابت 2 موجود في الانر بار وفي ذا انر ميتوكوندريا. اما الفاتي اسيد سايتوكاينيز موجود في الاوتر بار وفي ذا اوتر ميتوكوندريا. وبكده بقى عندي الفيسايل كو اي موجود في الميتوكوندريا ميتريك وريدي فور ذا ستيب اوف بيتا اوكسيديشن. فهنبدا بقى حصتنا النهارده بالستيب اوف البيتا اوبزيشن. ركز معايا، الستيب اوف البيتا اوبزيشن اربعه، كل خطوه كاتلايزد بانزيم محدد.
الاربع انزيمات مع بعض نون كولكتيفلي فاتي اسيد اوكسيدين. والفاتي اسيد اوكسيدين زي الدامبل على انزيم ليه ميني باص. انا خدنا بالدامبل دامبل على انزيم فاري فاري زي الفوسفو بروتوكاين 2 والتورتو 6 بيتفوسفاتيز. كمان في برانشنج انزيم كان ليه جلوكوز ترانسبيز اكتيفيتي وجلوكوز ريد اكتيفيتي. ده اللي اسمه فاتي اسيد اوكسيدين الدامبل على انزيم ليه ميني باص. ده انزيم واحد لكن بيعمل اربع وظائف اربع ريش. فالاربع ادوار نون كولكتيفلي فاتي اسيد اوكسيدين. الاربع ادوار ريفرسبل ما عدا اول خطوه اللي كاتلايز بانزيم اسمه ديتايل تو اي ده اثنين ده ريفرسبل. يبقى كل الادوار ريفرسبل ما عدا اول خطوه اللي كاتلايز بانزيم تو اي ده اثنين هذه الخطوه ريفرسبل. بص معايا انا هرسم الانتاير كوي عباره عن ار سي اتش 2 سي اتش 2 سي او اس 2 بوينت دار اي ده اسمه اي تايب كوي. البيتا ستيشن عاملها بالبورد وكده ثلاث حاجات عاملها بالبورد. الاولى كانت الكريبت والثانيه جلاكوليسيس والثالثه الاوكسيدين سبايكس. خلي بالك دي كارموكسيل جروب واول كربونه بعد كربوكسيل اسمها الفا كربون وثاني كربونه بعد كربوكسيل اسمها بيتا كربون وده اسمه ايثايل كلوريد وعايز اعمل له اوكسجين. يقول لك والله اول خطوه انزيم ريفرسبل اسمه ايثايل كو اي دي هيدروجين. طالما دي هيدروجين يبقى هيشيل هيدروجين منين؟ يقول لك والله اتشايع للالفا كربون ويتشايع للبيتا كاربون واعمل طابل بون ما بين الالفا والبيتا. هشيل هيدروجين في الشارع ولا على الكارير؟ الكارير جانب ولا فريق؟ اشمعنى كده؟ احنا بنبتدي من زمان لو رشيد من تي اتش 2 تي اتش 2 الكارير جانب ولو رشيد من تي اتش او اتش الكارير جانب. زمان لما شلنا هيدروجين من الساركنيت بنزيم المساركنيت دي هيدروجين كان الكارير باك. نفس الكلام هنا انا بجيب من تي اتش 2 تي اتش 2 يبقى كارير باك هيدخل اهو باك ويطلع فاز اتش 2 واعمل دبلجون ما بين الالفا والبيتا كاربون. بص معايا الشكل ازاي هيبقى ار سي دبل بوند سي هنا اتش وهنا اتش وادي سي او اس 2 كول دايركت وزي ما احنا متفقين للالفا كربون ودي البيتا كربون. والالفا كربون دي رقمها 2 لان كربوكسيد رقم 1 والبيتا كربون دي رقمها 3. فلو عايز اعرف مكان الدبل بوند في هذا المكان انا كنت لاحظ الدلتا وجنبها رقم الكربونه اللي بيبدا عند الدبل بوند. فاقول الفجأة ده دلتا كام؟ دلتا 2 ما الدبل بوند ما بين اهو ما بين 2 و3. ما الالفا دي رقم 2 والبيتا دي رقم 3 عشان الكربوكسيد رقم 1. فبكتب الدلتا وجنبها رقم الكربونه اللي بيبدا عندها الدبل بوند. الدبل بوند بتبدا ما بين 2 و3 يبقى الفاتي اسيد ده دلتا 2. كان عندي نوعين من الدبل بوند. في نوع اسمه سيست الجروب في السيم سايد ونوع اسمه تران الجروب في الاوبوزيت سايد. ده يا جماعه الدبل بوند دي سيست ولا تران؟ ادي اتش فو وادي اتش ده يبقى جروب في الاوبوزيت سايد يبقى دلتا 2 تران. خلي بالك الفاتي اسيد ده كان اسمه ايثايل عشان كان ساتوريتد وما فيهوش اي دبل بوند. هل ينفع ابني الفاتي اسيد ده ايثايل؟ ما ده كده بدون لو كده بدون ما ينفعش اسميه ايثايل. امال اسميه دبل بوند يا سلمى اسمها ايه؟ فاكر الكان ده بدون دبل بوند الكين ده كده بدون فده كده بدون فما ينفعش اسميه ايثايل بسميه ايه نويل. يبقى اسمه دلتا 2 ترانس انويل كوي. دلتا 2 ترانس انويل كوي. يبقى يا جماعه الانزيم اسمه ديتايل كوي ده منين؟ حول لي التسايل كو اي اهو بدلتا 2 تران انول كو اي. يقول لك التسايل كو اي ده بنين من الارض في نوع مختص بالشورت تشين فاتي اسيد.
with motor to change the file to 8 airplane. وراه مختص بالميديم تشين ونوع باللونج ونوع بالفيريو. كل مجموعة من الفاديات ليها ستايل وذا تشين خاص بيها. طب امتى اقول على الفاديات الشورت؟ لو في من 2 ل 6 كارت. طب ميديم من 8 لغاية 12. طب لونج من 14 ل 20. وفي لونج لو اكبر من 20 كربون. وكل جروب من هذه الفاديات ليها ستايل كويت ارمينيت خاص بيها يحول ستايل كويت لدلتا 2 تران فينويل كويت. الدلتا 2 تران فينويل كويت هضيف له ميه وهضيع الدبل بوند اللي موجوده فيه. هضيف ميه دايما الانزيم اللي بيضيف ميه اسمه هيدراتيز. يبقى اسمه دلتا 2 تران فينويل كويت هيدراتيز. بس الميه معناها اتش و اتش. مين ياخد الاتش ومين ياخد الاتش؟ وانت بتعمل الفا ولا بيتا اوكسيديشن؟ لو بتعمل بيتا اوكسيديشن يبقى الاو ترون ليكويد. لو بتعمل بيتا اوكسيديشن يبقى الاو تروح للبيتا وبالتالي الفا تاخد الاتش. ولو بتعمل بيتا اوكسيديشن البيتا هي اللي تاخد الاو اتش وبالتالي الشكل يبقى كده ار سي اتش تو او اتش. لو فيها اتش جالها او اتش ودي اتش جالها اتش يعني سي اتش 2 سي او اس تو كو انزايم. ودي زي ما اتفقنا الالفا كاربون ودي البيتا كاربون. والالفا كاربون رقم 2 والبيتا كاربون رقم 3. لو عايز اسمي المركب الكوني ده اسميه انسايل ولا اسميه انويل؟ هو كده بالظبط ولا مش بتاع؟ يبقى ده انسايل كويت. ما ده برضه كان اسمه انسايل كويت. طب ايه الفرق؟ طب الانسايل كويت ده والانسايل كويت ده؟ في او اتش في البيتا كاربون. يبقى ده كان في البيتا كاربون سي اتش 2. ده البيتا كاربون سي اتش او اتش. يعني ده انسايل بس في او اتش في البيتا. فهسميه بيتا هيدروكسي انسايل كويت. اسمه يا جماعه؟ بيتا هيدروكسي انسايل. وخلي بالك البيتا كاربون ده رقم كام؟ 3. فيطلع هسميه 3 هيدروكسي انسايل كويت. والنبي جنب كلمة بيتا فانت بتحط 3. فالبيتا هي 3. فاسمه بيتا أو 3 هيدروكسي انسايل كويت. البيتا هيدروكسي انسايل كويت بينزيم اسمه دي هيدروجينيز. بيتا هيدروكسي إيثايل كو إيه دي هيدروجين. أو ينفع أسميه برضه 3 هيدروكسي إيثايل كو إيه هيدروجين. أجيل كيلورهان هيدروجين من أي كربون؟ ألفا ولا بيتا؟ أنا بعمل ألفا ولا بيتا أوكسيديشن؟ يبقى أجيل من إيه؟ أنا يا جماعة بعمل بيتا. يبقى أشيل هيدروجين من البيتا. طب أشيل على الفاز ولا إيه؟ إشمعنى؟ ما إحنا قلنا لو بنشيل من CH2 CH2 الكارير فيك. لكن لو بشيل من CHOH الكارير فيك. فانا بشيل من البيتا كاربون اللي عباره عن CHOH يبقى الكارير بتاع مين؟ ناد. يدخل اهو ناد ويطلع ناد H بلس H. واشيل الفلهايبرين اهو من البيتا كاربون. بص معايا الشكل ده ازاي؟ دي كانت CHOH خدت منها H تاني بقى او يبقى اسمها ار سي دبل بوند او. والالفا كام هي؟ سي اتش 2 سي او اس 2 كو انزايم. هيطلع دلوقتي هيطلع هو ده يا جماعه الكون ده انسايل ولا انويل؟ انسايل ولا انويل؟ مش انويل؟ طبعا انسايل. ليه؟ عشان كل كربونه شبكه في اللي جنبها سنجل بوند. لكن البيتا كاربون عامله دبل بوند او دي كيلو جروب اللي انت عاملها. لكن ده ايثايل ده ايثايل. طب ايه الفرق ما بين الايثايل ده والايثايل ده؟ قال لك ده البيتا كاربون سي اتش 2 ده البيتا كاربون سي دبل بوند او. يعني البيتا كاربون فيها كيلو جروب فهسميه بيتا كيتو ايثايل كويت. بيتا كيتو ايثايل كويت. على السؤال المجرم يقول اشمعنى الاسم ده فين قبل كده؟ انت بتتجوز الصبح ومن محمد
محمد اللي جاوب. يعني لازم تتجاوب يعني. ايوه يا راجل جدع. بالسلطان والجد كان في ثلاثه هاي انرجي بوتيت وهاي انرجي فاكتور والثالثه اسمها ايه؟ تشكيل وسايد ويت. وقلنا هنسمع عنها لما ناخد الفاتي اسيد كومبيشن ودي اسمها فاتي اسيد كومبيشن. يبقى اهو ميتا كيتو سايد. وقلنا بيبقى في هاي انرجي بوت ما بين الالفا كربون والبيتا كربون. يبقى المركب اللي وصلت ده في اثنين هاي انرجي بوت. في واحدة اسمها سايو إستر ما بين الكواش وما بين الإنسايد. وواحدة اسمها بيتا كيتو سايكوي ما بين الألفا كاربون والبيتا. يبقى الإنزيم اسمه بيتا هيدروكسي إنسايد كوي دي هيدروجينيت هيشيل هيدروجين على الناتج ويديني بيتا كيتو سايكوي. البيتا كيتو سايكوي هقسمه نصين. نصين نصين. من نص من نص. ازاي؟ قال لك ما بين الالفا والبيتا كاربون. هقسم ما بين الالفا والبيتا كاربون. ازاي؟ قول معايا. هدخل كويس وهطلع اسيتايل كويس. دي اتش 3 سي او اس 4 ان دبليو. هو الاسيتايل كويس ده كاربون؟ كاربونتين. اه دي واحده ودي واحده. بص يا احسن انا هقسم في النص ده. فالجول ده يبقى CH2CO2. الجول ده ياخد H من الكواش ويبقى CH3CO2 زامي ده اسمه A-Cetyl كويس. ويبقى عندي باقي الفاتي أسيد اللي هو RCO أروح شبكه بالإس كويس معايا. ويبقى عندي RCO إس كويس ده اسمه نيو إيثايل كويس. سؤال زي مثلا وايه الفرق ما بين الايثايل كوي ده وايه اللي بيلاج بيه؟ اقل الكربونتين. يعني لو كنت بدات بواحد فيه 16 كربون انا هنا طلعت منه كربونتين بصوره ايه؟ الايثايل. فالنيو ايثايل في كام كربونه؟ 14. الانزيم اللي قسم البيتا كيتو ايثايل كوي نصين ده اسمه بيتا كيتو سايوليز. اسمه سايو عشان بيقسم بإضافة السلفر بتاع الكواش. سايوليز بيقسم بإضافة السلفر بتاع الكواش اسمه سايوليز. خلي بالك أنا طلع عندي مركبين، واحد اسمه إنتايل كويس والتاني اسمه نيو إنتايل كويس. ده في هاي إنرجي اسمها سايوليز وده في هاي إنرجي اسمها سايوليز. أنا طلع لي اثنين سايوليز مع المركب ده كان في واحدة بس هاي إنرجي اسمها سايوليز. لا بس كان في واحدة ثانية اسمها بيتا كيتو سايد. لو كنت عندي مركب فيه اثنين هاي انرجي طلع لي مركبين كل واحد اهو فيه واحدة هاي انرجي اللي اسمها اسيتايل كوي ونيو اسيتايل كوي. ونيو اسيتايل كوي ده شورتر باي تو كاربون عن الاسيتايل كوي اللي بدأت فيه. مرة كمان يا جدعان انا بتكلم عن الستيب اوف بيتا وسيتا ودي عليا باي فورس وبقول هم اربع خطوات اربع انتماءات نون كولكتيفلي على بعضهم كده فادي اسيد اوكسيد. ده اكزامبل على انزيم لي ميني فاكتور. كل الخطوات ري فيرتور. بعد اول خطوه للايثايل كو اي هرجين دي ار ريفر. هبدا بالايثايل كو اي. بنزين اسمه ايثايل كو اي هرجين يدخل فادي ويطلع فادي اتش 2 يديني دلتا 2 ترانس انويل كو اي. والايثايل كو اي هرجين منه انواع. نوع مختص بالشورت والميديم واللونج والفيري لونج تشينج مكان كل نوع ليه ايثايل كويد ارجينيت خاص بيه. طيب هشيل الدبل بضافه ميه بنزين اسمه هايدراتيز واضيف اتش واتش. الويت تروح الفا ولا بيتا؟ لما بعمل بيتا يبقى الويت تروح للبيتا ويبقى عندي بيتا هيدروكسي ايثايل كويد او ثلاثه هيدروكسي ايثايل بنزين اسمه بيتا هيدروكسي ايثايل كويد ارجينيت او ثلاثه هيدروكسي ايثايل كويد ارجينيت. فالبيتا هي الثالثه يدخل ده ويطلع ده كيتش بطيتش يديني بيتا كيتو سايكوي. اقدمه في النص ما بين الالفا والبيتا كاربون باضافه السلفر بتاع الكويتش. فلما بقسم باضافه السلفر يبقى اسمه سايكوي بيتا كيتو سايكوي. والجزء ده ياخد اتش بتاع الكويتش فيبقى سي اتش 3 سي او اس كوينزايم اي ويطلع في صوره كيتو سايكوي. والجزء الباقي يطلع لي نيو سايكوي. الفرق ما بين النيو سايكوي
والإصايد ويت اللي بدأت بيه شورتر باي تو كارب. فلو بدأت واحد سكستين الإصرار ده كام؟ 40. سؤال برضه زي نفسك، هل ممكن إن يو إصايد ويت يروح داخل سايكل ثانية بين أوكسجين؟ ويلف اللفة وراح مطلع منه كربونتين بسرعة استطايل ويبقى 12 لفة كمان ويطلع للطايل 10 لفة كمان 8 لفة كمان 6 في آخر لفة هيوصل الإصايل في لفة هنا 4 ويلف اللفة ويطلع منه 2 كنطايل. وعشان كده يا جماعة أنا بوصف البيتا أوكسيديشن وبقول دي مالتي سايكليك بروسيس. مالتي سايكليك بروسيس يعني انا بلف كذا مره بلف كذا مره وكل مره انا بشورت الفاتي اسيد بكربونتين اقصر كربونتين وبيطلعوا بصوره تيل دي سايكل. خلي بالك كل سايكل بيتا اوكسيشن ايتش سايكل بيطلع وحده فات اتش 2 دي كام دي بي؟ واحد ونص وتعالى وكل سايكل بيتا اوكسيشن بيطلع واحد اثنان اتش لغيش كام دي بي؟ اثنين ونص وتعالى يعني السايكل الواحدة تطلع كام دي بي؟ أربعة. كام دي بي؟ أربعة. يا جماعة البيتا أوكسيديشن إخوان إخوان يا جماعة يعني السايكل الواحدة بتطلع أربعة. أهم ما في الموضوع عايزين نعرف نفسك الإنرجي برودكشن اللي طالع من البيتا اوكسيديشن اوبريشن. بمعنى لو خدنا يا عبد الرحمن اكزامبل هاتف شهير مشهور يسمى بالمينيتيك اسيد كام كربون ده؟ بالظبط. عايزين نحكي مع بعض الكلام ده مهم كومبليت اوكسيديشن يطلع كام دي بي. عشان تحكم اي فاتي اسيد يطلع كام دي بي لازم تحكم حاجتين. اول حاجه تحسب هذا الفرياتيك يطلع كام اسيتايلكولين يعني النمبر اوف الاسيتايلكولين. كمان لازم تحسب هذه الاسيتايلكولين طلعت في كام سايكل يعني النمبر اوف سايكل. يبقى احسب النمبر اوف اسيتايلكولين وكمان النمبر اوف سايكل. يقول لك النمبر اوف اسيتايلكولين يساوي النمبر اوف كاربونز على 2. هو الاسبايك كده كام كربونه؟ كام كربونه يا جماعه؟ والنبي انتوا معايا 2 فاجيب العدد الكلي بتاع الكربونات اقسمه على 2 يطلع لي كام سايكل. طيب بكام سايكل؟ يقول لك النمبر اوف سايكل يساوي النمبر اوف الديزاين كو اي ناقص 1. بمعنى طبع على البابيت البابيت كام كربون؟ يطلع كام انسايكولين؟ 16 على كده كام؟ 8. في كام سايكل؟ ليه مش 8 لان اخر سايكل يطلع فيها 2 انسايكل. فدايما النمبر اوف سايكل اقل من النمبر اوف انسايكل بواحد. ليه؟ عشان دايما في اخر سايكل بيطلع 2 انسايكل خالص. فالضمير كان اللي فيه 16 كربون. هيطلع كام انسايكولين؟ 8. في كام سايكل؟ 7. كل سايكل بكام دي بي؟ 4. يبقى 4 في 7 بكام؟ 18. يبقى كومبليت اوكسيديشن اوف بالميتيك اسيد كام دي بي؟ لا طبعا 23. غلط طبعا. ما انت لسه عندك في 8 سايكل اهو. ما ال 8 سايكل دول لازم امشي بيهم. لازم اروح معاهم في الجريب. هو في الجريب يا عمار السايكل هو ايه؟ لما اختار كومبليت اوكسيديشن بكام دي بي؟ 10 وانا عندي 8. طب انا في 10 كام؟ ب 80. اجمع كام؟ 80 و 28 بكام؟ يبقى 108. وبالتالي لو قلت لكم كومبليت اوكسيديشن اوف البارميتيك اسيد كام اتش بي؟ غلط. مش في اثنين اتش بي خسرتهم في خط الاكتيفيشن؟ خلاص الفاتي اسيد 40 يعني اطرح كام؟ 2. وبالتالي لو قلت لك كومبليت اوكسيديشن اوف البالميتويل كوي كام اتش بي؟ كام اتش بي؟ غلط. هو انا قلت بالميتيك اسيد و
ولا بال ميثيل كوين. لو قلت بال ميثيل اسيد ده ايه الاكل؟ فلازم اطلع منه الاثنين بتوع الاكليشن. لكن لو قالك الامتحان بال ميثيل كوين ده الاكل فورس. يبقى انت مش محتاج تعمل اكتيفيشن. يبقى ما تطلعش وتقول 108 كله. يبقى لو قلت بال ميثيل اسيد اسيد اطلع منه. يبقى 108. لو قال لي بارميثويل كويت ده الدوري احسن خالص وبالتالي ما تطلعش الاثنين فرافيش الكلام ده غير الامان اي فرقه انت هتاكل عشان تحسب بيطلع كام انت حاجتين تحسب بيطلع كام انت انت القاري دي وده يساوي النمبر اوف كفر على كده وده يحسب بكام تايم وده بيساوي النمبر اوف انت تايم مايز واحد لو طبعنا الكلام ده على بيتر بيتر كربون فيجي 8 استايل كويت في 7 سايكل ال 8 سايكل 8 ايدي ما كل سايكل ب 10 وكل سايكل ب 4 ايدي وانا عندي 7 سايكل 14 28 اجمع 80 و 28 يا 8 بس في 2 بختارهم بغض الاكتيفيشن وبالتالي يطلع 106 اي دي بي ده لو قال لي بال ميديكال ولكن لو قال لي بال ميتويد واي ما اطلعش حاجه عشان هو اوريدي اكتيف بقول ال 108 زي ما قلت. تعليق جميل. ده لو هناخد مثال اخر. نعم؟ راح عد يا اخويا تتغير. ده هشيل لك احلى كله. تعالى عد. لازم تتغير. هي لازمتها جدا عرض. لو قلنا السيالي كاتب وده فيه 18 كربون طلع كام جنيه؟ شوف مين اسرع بقى. الستيريك اللي فيه 18 الستيريك اسيد غلط 120 صح 120 ما انت لو مشيت تبع القاعده هتريح الدنيا كلها هو 18 كربون هيدي كام سايكل؟ 9 بكام سايكل؟ 8 طيب 9 ب 10 ب 90 و 4 ب 8 ب 32 90 و 32 كام يا فندم؟ 122 ولازم اطلع 2 بتوع الاكتيفيشن يبقى 120 وبالتالي كومبليت اوبزيشن اوف الستيرويد كويس بكام جنيه؟ مطرح ده لو قلت جو ايه مطرح ايه هي مشكلة يا جماعة الكلام ده بيغير الأهمية لو حد عنده زي ما قلت يقول لي وصل كل الناس لازم تقرأ القواعد دي وخلي بالك انت تحفظ بس حجم الكارتون اللي في البرميتك واللي في السيارك يعني ممكن يقول لك برميتك ما قلتش كابتر بول السيارك ما قلتش كابتر بول لكن اي فتيات غير البرميتك من السيارك هو اللي هيقول لك كابتر بول طيب كده طب عايز اسال سؤال غايه الاهميه هل يختلف الاوكسجين اوف الايفن تشين فاتي اسيد عن الاول تشين فاتي اسيد ولا زي بعض بالظبط؟ زي بعض بالظبط يختلف فقط في اخر طريقه يعني هيدخل لي الاول تشين فاتي اسيد برضه وهيمشي طيب برضه وكل سايكل اثره كربونتين برضه واطلع منه انتايل كوي برضه بس هيفرق في اخر سايكل بدل ما بيفضل عندي فاتي اسيد في اربع كربونات يفضل فاتي اسيد في كام؟ اربع كربونات واطلع منه كربونتين في دول انتايل واخر ثلاث كربونات يفضل ايه؟ جروب ونايل كوي ولقيت ولا ما يديش بالجزء؟ يدي بالجزء فاكرين؟ البروبينايل كوي بالكربونتين انتايل بروبينايل كوي وبالايزومريز اللي عايز فيه 12 يديني ساكس نايل كويل فالاوبزيشن وبالاوريجين داين ايفريجين الفرق فقط فين؟ اخر سايكل بدل ما كان بيطلع لي اثنين انسايل لو لقيت ايفريجين هيطلع واحد انسايل واحد بروجرام وعشان كده الاوريجين يدي جلوكوز لان بروجرام كويل وفايد جلوكوز ماشي الحال؟ طيب ندخل بقى في العناوين اللي بتيجي تعمل الامتحان واول عنوان نظري importance of the data of this
يلا مع بعض نشوف ايه الامبورتنت. اول امبورتنت طبعا واهم امبورتنت انرجي برودكشن. ايوه لا لا ما بيجيش اوديت شين. الاوديت شين هيبقى النمبر اوف ديزاين وتايل النمبر بتاعك بس ما بيجيش هيبقى لسه عندي ايرور لكن هيجي دايما ديليش. الامبورتنس هقول انرجي برودكشن واحنا عرفنا ازاي نحسب كام انتاجيه من اي مجال. خلي بالك كلمه انرجي برودكشن هي كلمه انرجي ييلد. كلمة يلد برضه يعني انت مين اللي بيطلع يعني انرجي برودكشن برضه. كمان البيت اوف ديشن ممكن يكون ليها اهميه ثانيه اللي هي الاهميه الماديه. يقول لك والله الانتظار الكويت اللي طالع ده ليه اهميات جسم. ايه اهميه هذا الانتظار الكويت؟ يقول لك مهم عشان تصنيع بروتين ومهم عشان تصنيع الكيتو فاضل. كمان مهم الحاجه اسمها اسيتايليشن رياكشن. يعني ايه كلمة اسيتايليشن رياكشن؟ اضيف اسيتايل راديكال على اي ورك. تسمع عن حاجة اسمها ايه اسيتايل كولين؟ بيصنع ازاي؟ بجيب مركب اسمه كولين وافعله مع الاسيتايل كولين. احط الاسيتايل على الكولين يديني اسيتايل كولين. اسمه اسيتايليشن رياكشن. فأهم وظيفة للبيتا اوكسيديشن بلا أدنى شك إنها تطلع انرجي. يعني انرجي برودكشن. لكن ممكن الاسيتايل كولين يكون ليه وظائف ثانية. زي ايه؟ تصنيع الكوليسترول، تصنيع الكيتون بادز، وكمان تصنيع المركبات اللي فيها اسيتايل راديكال، يعني مهم من اسيتايليشن ريشن. يبقى ده عنوان اسمه امبورتنت اوف الكالكوليشن. اللي بعده وده ريتد الامتحان اسمه ريجوليشن اوف البيتا اوبتيشن. ازاي نعمل ريجوليشن للبيتا اوبتيشن؟ انا مش بجد حاجه. أول حاجة باي سابستريت افيلابيلتي اند برودكت فيدباك رينج. سابستريت افيلابيلتي وبرودكت فيدباك رينج. تخيل معاك لو أنا فاستنج أوت وعندي انتي انتروتيكي اللايكوسيس بتزيد ولا بتقل؟ لو انا فاستنج وعندي انتيجن بيزيد اللايبولز. ما انا فاستنج وبالتالي هتكسر الانتيجن تيشو فيزيد اللايبولز وبالتالي يزيد الفري فادي اسيد ودي السابستريت بتاعت البيتا اوكسيديشن وبالتالي يحصل اكتيفيشن للبيتا اوكسيديشن. سابستريت افيلابيلتي. طب سي انا فيلي والجلوكوز عالي والانسولين عالي. الانسولين يعني ايه اللايبولز؟ يقل اللايبوليز فيقل الفري فادي اسيد وده السارس بتاع البيتا اوكسيشن فيحصل انهبيشن للبيتا اوكسيشن. مظبوط ولا لا؟ يبقى الفاستنج والانتي انسولين يزودوا اللايبوليز وده اسمه تكتير التاج بنستخدم بعد بوستر فيزيد الفري فادي اسيد وبالتالي يزيد البيتا اوكسيشن وده السارس بتاعها. ولو انا فيدي وعندي انسولين كتير يقل اللايبوليز وبالتالي ال الفري فانتاتيك وال البيتا اوكسيديشن اللي اسمه ستارتش افيلابيلتي وبرودكت فيدباك انرجي. طيب عايزين نريجوليت بحاجه ثانيه. يقول لك اكوردنج تو الانرجي ستيبل حسب مستوى الطاقه في جسمي. لو انا هاي انرجي ليفل وعندي اي تي بي كتير فالاي تي بي اي تي بي ريشو عاليه وكمان الناتج على الناتج ريشو عالية يعني انا هاي انرجي هو انا ينفع ابقى هاي انرجي ولا طيب؟ طبعا يا جماعه فيدنج وفاستنج دي حاجه وهاي انرجي ولو انرجي حاجه ثانيه خالص. فاكرين في الفتره دي لما قلت لك في فرق ما بين الهاي انرجي والهاي انرجي والاكسرسايز وريزم كلكم فاكرين الواحد لو بيعمل اكسرسايز وبيجري ويتنطط يبقى هو كده هاي انرجي. لا يا حبيبي ده كلمه هاي ولو انرجي في مستوى الاي تي بي في الخليه وانت بتعمل اكسرسايز انت بتكسر الاي تي بي يبقى انت ويزر وانت ليفتنج وبتاكل انت بتصنع الاي تي بي يبقى انت هاي انرجي. ده اللي خدناه زمان
النهاردة أنا عايز برضو أحذف هذا الخلاف الأدبي. سيادتك كلمة فيدي وفاسي ليها علاقة بمستوى الجلوكوز الدم. أنت لو فيدي جلوكوز الدم عالي. لو فاسي جلوكوز الدم قليل. وده ملوش علاقة بالإنرجي ليفل. أنا ممكن أبقى فاسي وعندي بيتا أو فريزر شغالة كويس أوي وبتطلع إن تي دي كتير ويبقى أنا هاي إنرجي عالي بس. يبقى ممكن أبقى فاسي وهاي إنرجي. فاسي يعني جلوكوز في الدم قليل بس لا يعني بالضروره ان انا لويز لا انا ممكن اكون باكل فادي افيد واطلع كميه كبيره من الجلوكوز وانا غير فلو انا هاي ليفل وعندي اي تي بي كتير وعندي ناس اي تي كتير ده ياكتيفيت ولا ينهبت البيتا اوبتيشن؟ ياكتيفيت معينه كده يعني اشوف في يوم يعني ليه؟ مش انا بعمل بيتا اوبتيشن عشان اطلع اي تي بي انت معايا ولا مش معايا؟ البنايين طب طلعوا ده طلعوا ده لا احرق جايز نام طلعوا ده انا بحدد فادي اسيد اللي جاتله عشان اطلع حمل فبالتالي لو عندي هاي ايمج قول يا ابني هاكتيفيت ولا ايمج؟ الايمج البيتا وكده عشان انا عندي هاي ايمج فخلاص هطلع ايه من الزيت. طيب جميل. طب لو انا لو ايرور ليفل والاي تي بي قليل والناس اتش قليله يبقى انا كده هاكتيفيت ولا هاكتيفيت؟ هاكتيفيت وده على حسب زيادتك الانرجي ستيبل. لو انا هاي ايرور ليفل انا عندي ايرور يبقى خلاص هعمل انرجي بيتا لو انا لو انرجي عندي اي تي بي ونتيجة قليل يبقى ماشي ايه؟ البيتا اوبتيشن. حاجة كمان ثالثة ودي مهمة جدا جدا جدا. مركب يسمى ما نورايكولي. والمركب ده يا جماعة بيتكون وقت الفاتي اسيد سيلز. ولا ينفع وانا باكد الفاتي اسيد اصنع الفاتي اسيد. يعني ينفع يحصل فاتي اسيد سيلز في نفس الوقت اللي بيحصل فيه فاتي اسيد اوبتيشن يبقى بلع يبقى انذار. فكل ما قلنا ما ينفعش يحصل جلايكوليزيس في نفس الوقت اللي بيحصل فيه جلوكوليزيس فريتنيشن وريتبروكلي ريجوليشن وفي نفس المنطق ما ينفعش اعمل جلايكوجينيسيس في نفس الوقت اللي بعمل فيه جلايكوجينوليسيس فريتنيشن برضه ريتبروكلي ريجوليشن وفي نفس المنطق ما ينفعش اعمل فاتي اسيد اوكسيديشن في نفس الوقت اللي بعمل فيه فاتي اسيد سينسيس فهذا المركب اسمه مالنايت وايه؟ مركب بيطلع بالفادي اسيد سنسل وبيعمل انهبيشن انزيم اسمه كابت 1 ده فين ده مش موجود هنا ده مفيش حاجه اسمها كابت 1 اهو اه ما احنا خدناه في الكارنتين شاطر ده اللي بيدخل الفادي اسيد من السيتوزول للميتوكوندريا لو زاد من لايت واي وده بيطلع بالفادي اسيد سنسل يحصل انهبيشن كابت 1 وبالتالي يتوقف دخول الفادي اسيد من السيتوزول للميتوكوندريا فتقف البيتا اوبتيشن وده منطقي اصل انا بعمل فادي اسيد سيلز فما ينفعش اعمل فادي اسيد سيلز بس وفادي اسيد اوكسيديشن في نفس الوقت. واخده بالك؟ واخده بالك؟ اتفضل؟ اكيد؟ طب لو واصل الريجوليشن دي كوبي وبيست بالظبط من الريجوليشن خدناها قبل كده بس. دي كانت في دي ايه؟ نعملها ريجوليشن بتاعت الافيلابيلتي وفي الباك ريجوليشن وكمان اكورد تو ذا انرجي وكان في مراكب المتاح سيناريو كوري لو طلع كان يعمل ريجوليشن للتيزي كده دي كابي وبيست بالظبط زي ريجوليشن اوف اكريبتا هو عملت لك اضافي اذا عندي انرجي او اذا ما عنديش انا فاهم قد اكون هاي قد اقول له مش عارف ما تقدرش ما لا 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 دي كلمه لا 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 طب استنى كده مع بعض كده ونظبط الحال مع بعض تاني زي ما انت عايز.
يبقى ده الريجريشن. اتفقنا الاوبزيشن اوف الاود تشين فاليبل يختلف عن الايز تشين فاليبل صح؟ في اي سايكل؟ هذا السايكل. بدل ما كنت اطلع اثنين سايكل هيطلع واحد السايكل واحد روك يورايزي. والتوبراين ينفع حولها بروبوز ازاي؟ اهو كنت بجيب بروب يونايل كويت بيزيس مكربوكسيد يبقى مين؟ ميزايل مالونايل كويت فايزوبريز اللي عايز بتقول في بعضها بيديني سايكلونايزون وبالتالي الاود تشين تدي بروبوز لانها بتدي بروبرام كويت والايفن تشين نيفر جيف ذا بروبوز عشان جيف ذا ايه؟ انتر كويت وساعات يقول لك لو حصل ديفيشنسي للبي 12 ده مش موجود وقتها مش هعرف احول الميثايل مرايل كويت سايكلايت فيزيد الميثايل مرايل كويت ويزيد البروجنايل كويت ويحصل لهم اكسكريشن فيوز يبقى نقص البي 12 يخليني ما اعرفش احول الميثايل مرايل سايكلايت فيزيد ميثايل مرايل كويت وبروجنايل كويت يحصل لهم اكسكريشن فيوز ده يا جماعه اللي اسمه ريجوليشن اوف البيتا اوبزيشن وقلنا كمان الاوبزيشن اوف الاود تشين فاليبل يفرق ايه عن ايه من الشين فاليبل يفرق في هذا السايكل هطلع بروجرام كويس اللي يرفع يدي جلوكوز بالكربوهيدرات وبالالكول ما انتوا خدتوها المدرسه الجديده معانا طب وهقولها كمان بصوا بقى معايا على عنوان اكتب عليه نظري 2015 السؤال ده جاي السنه دي وفرهان disorder of the beta oxygen. يا جماعة بقى هذا السؤال 2015 وفرام ديس اوردر اوف البيتا اوبتيشن يقول لك والله الديس اوردر اوف البيتا اوبتيشن يبقى ديس اوردر في الكارنيتين شاتل يعني عندي مشكله في الكارنيتين شاتل ودي بترانسلوكيت اللونج شيء تايب واي من التيتودول للميتوكوند الميتك عشان يحصل له اوبتيشن يبقى مشكله في انزيم اسمه ام كاتب ميديم شيء تايب واي دي هايبر وبيحصل ديفيشنسي للميديم شيء تايب واي نبدا في اول واحده ديس اوردر في الكارنتيشن هي الكارنتيشن دي مهمه للترانسلوكيشن لاي فاريابل ولا نوع معين نورمال لو مين لونج تشين انا بديفين الشورت والميديم تشين يعدي من غير اي مشاكل فالكونكتيشن دي مهمه للاوكسيديشن اوف اللونج تشين ايفالتيشن فلو حصل اب نورمال او ديس اوردر في الكونكتيشن مش عارف اكتف اللونج تشين ايفالتيشن ويحصل اكتوبريشن للونج تشين ايفالتيشن في الهارت فيحصل كارديو مايوباثي في المصل فيحصل ما يوباثي وفي البرين انكيفالوباثي يبقى طالما الكارديتين شاطر فايبر مش عارف اكتف اللونج تشين ايفالتوري هيزيد ويأكتوبري في الهارت كارديو مايوباثي في المصل مايوباثي وفي البرين انكيفالوباثي طب ايه انواع الديس اوردر اوف الكارديتين شاطر؟ يقول لك والله ثلاث حاجات يا اما برايمري يا اما سكندري يا اما اذر كود يا برايمري يا سكندري يا اذر كود واحده واحده ركز معايا قوي في الجزء اول حاجه برايمري كارنيتين ديفيشن البرايمري كارنيتين ديفيشن دي يعني مشكله في الكارنيتين شاتل نفسها هي نفسها برايمري وده قد يكون حاجتين اول حاجه ممكن نقص في الانزيم اللي اسمه كابت 1 او نقص في الانزيم اللي اسمه كابت 2 يبقى ديفيشنسي اوف كابت 1 او ديفيشنسي اوف كابت 2 لو حصل ديفيشنسي لكابت 1 هيحصل ديزيز مهم قوي اذا
run ketotic fasting hypoglycemic. اسمه يا جماعة non ketotic fasting hypoglycemic. non ketotic fasting hypoglycemic يعني ايه non ketotic fasting hypoglycemic؟ ركز معايا. اي حد فينا طبيعي صام وبقاله فترة ما ياكلش جلوكوز الدم قليل هيحصل له ايه؟ هايبوجلايسيميا. ولما جلوكوز الدم قليل ايه المصدر الرئيسي للطاقة في جسمي؟ فاتي اسيد اوكسيديشن. ودايما يا جماعة الفاتي اسيد اوكسيديشن بيطلع كيتون بس. فأنا فاتك فدخلت هايبوجلايسيميا وعملت الفاتي اسيد اوكسيديشن وطلع كيتون بس. فالطبيعي عندنا كلنا لو احنا صايمين عندنا كيتوتك فاتك هايبوجلايسيميا. ليه كيتوتك؟ عشان عملنا كيتون بارز من الفاتي اسيد اوكسيديشن. احنا ضمنا لكن معاك يا عم بنحبوه قوي فدخلنا في هايبوجلايسيميا ورحنا مكسبين فاتي اسيد وعملنا من الفاتي اسيد اوكسيديشن كيتون بارز. فاي حد طبيعي نورمال فينا بيجي له كيتوتك فاتك هايبوجلايسيميا. ساعات البيض اللي عنده تاب 1 ديفيشن ظام زينا بالظبط وبالتالي حصل له ايه؟ هل هو يعرف يعمل فاتي اسيد اوكسيديشن؟ لا ما كانش هو مظبوط. هل يعرف يعمل كيتون بارز؟ لا ما فيش فاتي اسيد اوكسيديشن فيدخل في نان كيتوتيك فاتي جلوكوز. الكلام ده غايه في الاهميه. الطبيعي لاي حد نورمال صام هيدخل في هايبوجلايسيميا فاسمه فاستنج هايبوجلايسيميا وهيعتمد على الفاتي اسيد اوكسيديشن كمصدر للطاقه. والفاتي اسيد اوكسيديشن اوتوماتيك يعمل كيتون بارز فهنسميها كيتوزيك فاستنج هايبوجلايسيميا. ده الطبيعي الباشا اللي عنده ديفيشن دي كاب 1 هو طاق فهيدخل في فاستنج هايبوجلايسيميا بارز لكن ما يعرفش ياكل فاتي اسيد ولا يعرف يعمل كيتون بارز وبالتالي بس مع نان كيتوزيك فاستنج هايبوجلايسيميا ده في الكاب 1 ديفيشن. ما انا هقول بقى طيب الكاب تدو ديفيشن بيعمل ايه؟ انا جاي نفس الحاجه برضه ما اكيد نفس الحاجه نان كيتوتي برضه فاستنج هايبوجلايسيميا ولكن بيحتاج في اعراض بروميننت اكتر بتبقى اعراض اكتر في الكاب بيبقى عنده مايوجلوبينيميا يعني المصل تتكسر ويطلع مايوجلوبين في الدم وينزل في اليوريا مايوجلوبينوريا وكمان عنده ماسل ويك. خلي بالك الماسل من اهم الاماكن اللي بتاكل الفاتي اسيد فلو في مشكله في الفاتي اسيد اوكسيديشن نتيجه مشكله في الكارنتي شابل الماسل مش لاقي سورس غير فالماسل ست فرقع ويطلع مايوجلوبين في الدم مايوجلوبينيميا ينزل يوريا مايوجلوبينوريا وده يعمل ماسل ويكنس دورينج اكسرسايز. الشخص اللي عنده كاب 1 ديفيشن وكاب 2 ديفيشن لو حبيت اعلم اعمل ريتم اقول له يا رب يصوم يصوم الراجل ده يروح في داهيه يا طارق ده لو طار ما بيعرفش يعمل فاتي اسيد اوكسيديشن يعني افويد ايه؟ الفاستنج. طب لو حبيت اساعده اقول له ياكل لوج شين ولا ياكل شورت ميديم شين؟ هو عنده مشكله في اللوج ما عندوش كارتين شرط وبالتالي اقول له يا باشا اعمل ريستريكشن لللونج تشين فادي اسيد وزود الشورت والميديم تشين فادي اسيد. هو الشورت والميديم تشين دول موجودين في اي الميل خدناها فين بقى؟ الدايجيشن لما قلنا الجاستريك لايتين مش مهم في العرق لكن مهم في الانفل عشان تشتغل في ايه؟ تتقدم فوق ده ولا ما جيتش الشورت ده وكمان عشان الانفل ده يبقى ميل في شورت وميديم تشيل في الجنة. قول له ساعات الباشا اشرب ملك كتير وكل بيري برودكت كتير. عشان تقول فيهم شورت وميديم تشيل ويحسوا عندك كمان سيادتك ممكن اديله اورال كارنتين. يعني كارنتين اديله ايه؟ جعلاه كوره ممكن يساعد شويه بالمره. يبقى اسمه برايمري كارنتين ديفيشن. بص يا باشا دلوقتي الايثيولوجي يعني كوره والباثوجينيزيس اللي بيحصل وحش بس انا ساعات في الامراض
فلاقي ما عندي الباسورد دي واحد الاقي فيه اعراض كتير قوي في الحاله دي موجوده هناك بس قليله شويه فلقيت انا ايه بلاقي عندهم كاب تو مشكلته مصر في مصر في برضه نعم كده بس جاب ولا كده لكن المشكله اكتر من مصر فانا قلت اللي بشوفه اكتر لكن الاثنين برضه فيهم نعم كده بس جاب ولا يبقى بيعبود الفرد ويعمل الريستريكشن اللي هو جيب تي فبيعمل ويزود الشورت وغير شيء مفيش حاجه ايه هتنزل يعني جاب واحد هل حاضر البروتيست مش موجود؟ لا بس لو انا مش حاضر البروتيست باع موجود ريسك تورتي موجود ريسك تورتي لكن يعني مفيش حاجه خالص ايه؟ بس يعني مش هيبقى حاضر البروتيست مش موجود هيساعد شويه دايما الاوردر دي هيتاح مش هيتاخر بس هيتاح بيستنى في كده بنلف ما بنعرفش غير ازاي انا مش هاخد العمر دول فاكيد لما بيرجعوا على عليك في المعنى لما بيرجعوا طلع زي ايه في البيضات دي بيقولوا لهم بيضات ولا الدين يبقى انت عارف الدين الانزيم لو انت ذكرته هل الكارديتين ده انزيم ده مركب مش كارت واحد ده نعم ده نعم كارديتين ده ثابت right secondary carnitine deficiency secondary carnitine deficiency يقول لك كده المشكله مش في الكارديتين شغل نفسها في حاجه يعني بعيده عنها بس اثر عليها بمعنى ايه يقول لك ممكن كارت واحد ده الفل 100% وكارت واحد ده الفل 100% ولكن جسمك في ديفريز في السنسيتيف اوف الكارديت هو بيستنى في الليفر فلو في ليفر ديزيز كان سنسيتيف قل او في انكريز في الريكويرمنت او الديماند يعني بحتاج كارنيتين بكميه كبيره وده بيحصل لو بيزيد الفادي اسوسيشن وامتى يا رانيا الفادي اسوسيشن بيزيد قوي قوي بريجنسي مش قلنا الفيتر بيشتري فاتر الجوز والام بتشتغل في الاسوسيشن يبقى في زياده في احتياج الكارنيتين هو بيطلع طبيعي بس انا بحتاجه بكميه اكبر فده عشان كده فاكر دي كارنيتين ديفيشن او يقول لك ممكن يكون في انكريز في اللوس في اليورين يعني هات الكارنيتين برميه في اليورين ليه؟ الكدني ديزيز ونتيجه الكدني ديزيز برمي الكارنيتين في اليورين وبالتالي يحصل لي سكندري كارنيتين ديفيشن يبقى السكندري جلدك يبقى في decrease في resistance liver disease increase في requirement pregnancy او increase في loss في kidney disease وده primary وده secondary cause of depression في other causes ممكن تعمل deficiency recurrence وتعمل up normality للكارديتس مين بقى؟ قال لك deficiency of الكارنيتين is by الكارنيتين translocate جت في الهيئة الهيئة بتعمل كده عارف الترانسبورتر اللي كان بيدخل انتقال كارديت ويطلع كارديت لو باظ باظ في كارديت وحضر نفس كده يبقى عندي ثلاث حاجات ممكن يعملوا اب نورماليتي في الكارديت شاتل ممكن برايمري كاب 1 يقدر او كاب 2 يقدر او ممكن سكندري حاجه بعيده شويه بس اثرت انكريز في الديماند ديكريز في السنسز انكريز او لو ترانسبوردر باظ بتوين كارديتين اسايل كارديتين ترانسبوردر طب ايه الكومبليكيشنز بتاع هذه الامراض؟ قال لك ممكن يحصل هارت فيلير. ياه هارت فيلير اصل الهارت من ضمن المناطق اللي جلوكوز ترانسبورتر اللي فيهم بتفوت وقت الفاستنج بيعتمد اعتماد كلي على فاتي اسيد اوكسيديشن لما عندي مشكله في الكارديتين فالهارت مش لاقي سورس انرجي وبالتالي يحصل هارت كمان يحصل ليفر ديزيز وممكن كوما وممكن دف يا نهار اسود دف ممكن يحصل دف نتيجه الاب نورماليتي اوف الكارديتيشن يا جماعه الموضوع ده نظري 2015 وهيجي الامتحان برهار هتبدا الابنورماليتي اوف الكارديتيشن يا اما ابنورماليتي في الكارديتيشن يا اما ابنورماليتي في الدين المهم كده ميديا تشيل وشايل كويدر
كله كله والله يجيب حته منها يجيب كلها كله حته منه حته منه كله ليجي بس هو جاي بمزاجه بقى primary in a cup 1 non-ketotic fasting in a cup 2 myoglobinemia myoglobinuria مصري تعال avoid fasting اقلل لونج تشين ولا اقلل شورت ميديم تشين او اقلل جوال كارب. طب سكندلي حاجه كده عندي بقى تصدق عليها اقلل سيلز ديفرنس زياده الماس بريفرنس زياده الماس كده يعني في اسباب ثانيه ممكن تعمل دلوقتي على جول ديفيشنسي اوف ترانسبورت اللي اسمه كارنتين اسمها كارنتين برانش لوكين كومبليكيشن في الهارت فيلير وليفر ديزيز وكوما ومن الممكن ادخل لي على النوع الثاني من الابر نورماليتي اللي اسمه امجاد ديفيجن. ايوه ممكن بس هو الديت بتاع الانزايمر كاركترستيك قوي يعني الكروني ديت بس ده لقلب مريض لأنه كل حاجة دي بايظة مش عارف مفيش ميلرز مفيش حاجة ممكن يحصل بيها بس يعني على سميع الجنة البيت دي محتاجة بحث وتقنين شوية. نتكلم مع بعض عن الام كاس ديفيجن ميديم تشين سايكويدر. يقول لك احنا قلنا ان سايكويدر ليس من نوع واحد نوع الشورت تشين نوع ميديم تشين نوع اللونج نوع الفيلو اللي بيتقص دايما هو المختص بالميديم تشين فاسمه ميديم تشين ديسايد وايه دي هاي ديفيجن. دايما اللي هيتاثر هنا هم النيونيت. يعني ايه نيونيت؟ حديثي الولاده ايش معنى؟ ايش معنى نيونيت؟ برافو عليك يعني يا جماعه مش الميديم تشين دي موجوده في الميلك وحديث الولاده مش بياكلوا في الميلك وبالتالي الاعراض بتبقى في اليونين حديث الولاد ان هو غذائهم الوحيد ميلك وده اللي فيه ميديم تشين في الحاجه. طب هذه اليونين بتيجي من ايه؟ قال لك والله هيبقى عندهم فاستنج هايبوجلايسيميا برضه نان كيتونيك نان كيتونيك فاستنج هايبوجلايسيميا. ليه نان كيتونيك؟ هو لو صادر في هايبوجلايسيميا لكن مش عارف ياكل فاتي اسيد عشان الام كاس مخرج فلو مش عارف ياكل فاتي اسيد يبقى مفيش انتاج كيتون ضري يبقى برضه نان كيتوتيك فاستنج هايبوجلايسيميا. طب ليه يحصل هايبوجلايسيميا؟ قال لك والله عشان هيقل عنده الجلوكونوجينيز. هو ايه علاقه الفاتي اسيد اوكسيديشن بالجلوكونوجينيز؟ بيزود مش كان الفاتي اسيد اوكسيديشن بيقلل الجلايكوليز ويزود الجلوكونوجينيز يبقى الفاتي اسيد اوكسيديشن بيزود الجلوكونوجينيز. طب هو مش عارف يعمل فاتي اسيد اوكسيديشن فهيقل عنده الجلوكونوجينيز ويدخل في هايبوجلايسيميا. كمان الدكاتره في الشخص ده النيوميت ده هيبقى عنده ليثارجي. ليثارجي يعني دوخ مش فايق. طب ازاي اعرف بيبي انه مدوخ ومش فايق يعني؟ يعني اساله سؤال الدكتور ده مثلا ما يجاوبوش؟ اقول له ما تنزلش ويجي طالع كام يجي ما يعرفش. ده يكون بالظبط كده. انتوا ليثارجي فول تايم بسم الله ما شاء الله. ليثارجي 24 سكند حاجه ده الفل يعني. والله في حاجه اسمها ديفلوبمنتال مايلستون. يعني في حاجات ما بتدوس كده للديفلوبمنت يقول لك البيبي نايت بامب على 40 يوم مش عارف ينتبه لحاجه في ودانه ويلف كده يمين وشمال عند شعرين ما بيحصلش الكلام ده. لا مامته ولا بابا ولا اي حد ولا يبص لحد ولا بتاع هو اللي صارت تاني. كمان تبقى عنده ماسل ويك يبقى في ليترالي وفي ماسل ويك. اهم في الموضوع عنده هايبر امونيميا. ليه بقى بيجي له هايبر امونيميا؟ عشان بيعمل بروتين تدفق في المحاولة انه ده ايه ده؟ خلي بالك الشخص ده عنده هايبوجلايسيميا. نظرا كيلوري شرط هايبوجلايسيميا ومش عارف ياكل فادي اسيد وعايز اي مصدر للضغط لا عنده جلوكوز ولا بيأكل الفادي اسيد يبقى ما فيش قدامه غير البروتين فبيكسر المصدر اللي في جسمه عشان يطلع انرجي وبالتالي يجي له هايبر امونيا. الامونيا يا جماعه توكسيك جدا للبرين وبالتالي هاجا النيونيت
ممكن يدخل في كوما وكمان ان شاء الله في 3/5 ودي مش بعيده هناخده حاجه اسمها اس اي دي اس سادن انفانت ديث سندروم سادن انفانت ديث سندروم هتبقى واقف ابو ريش وقدامك ام عماله تعيط كان يا دكتور ابني زي الفل ده انا مرضعاه امبارح 100 البيبي نام ما قامش نام ما قامش سادن انفانت ديث سندروم وقبل ما يدفع عليه ما عندوش حاجه في النهار ولا اي حاجه في الدنيا وزي الفل بيبي بس نام ما قامش هو نام يعني بقاله فتره طويله ما رضعش ومفيش مصدر لجلوكوز ودخل في هايبرجلايسيميا وهو عنده انتكاس للسبيشالتي فمش قادر ياكتف الفاتي اسيد وبالتالي الهايبرجلايسيميا تخلي الجلوكوز ما يوصلش للبرين كويس ده مش بس كده ده كمان بياكتف بروتين وبيطلع امونيا فعنده هايبر امونيميا ويتوكسيك للبرين الهايبرجلايسيميا والهايبر امونيميا يموتوه ويزودوا السبتوم للجلوكوز وبصابر انفانت ديث سندروم ان ميكانيك ديفيشنسي يبقى الان ميكانيك ديفيشنسي ضغط في الميديا ماشي انتقال كل بريك اللي هيجي منه اللي اشمعنى انه ايه؟ عشان هو بيشرب بيلي وده في ميديا ماشي سريع لا يا باشا بتشربه ايه؟ هو انا اصلا مش هكتشفه هو انت ازاي تكتشف المرض ده؟ المرض ده انا بكتشفه بعد الوفاه والله العظيم انا يجي بيبي عنده صدر ده قد يكون كان عنده ايه الهيك طب انا عارف ليه هذا المرض تمتلكه بشخصه بعد الوفاه عنده ازاي بقى؟ بكلمكم بجد والله هو مين اصلا هيعرف يشخص في الهيك في ام هتيجي تقول لابني يعني من اربع شهر هو مين؟ فلما يقول اقول ده قد يكون بيبي ما هو على ما اتلاحظ انه هو مش طبيعي هيكون مات. يعني ايه المكان اللي فكرة ده هيموت عند شهر ونص شهرين. على ما اتلاحظ انه كان في مشاكل يكون مات. تقول ده كان صح كده اروح شوية وانا مش حاسة وبتاع. خلاص بقى. Don't cry over the spilt milk. انا دقيقتين وهنمشي مش هنمشي. ساعة كام دلوقتي؟ ده انا 5 دقايق ولا مش عارف 3 دقايق. فلقيت اوكي ميكان ديفيشنسي وده الابنورماليتي اوف الكارديشن هنبص بقى على حاجه اسمها في روب دي زومال اوف انسليشن اوف الفاتيرا بي روب دي زومال دي اخر حاجه بي روب دي زومال اوف انسليشن اوف الفاتيرا اللي خدناها دي كان اسمها مايتوكوندريال اوكسيديشن اوفيتال. دي حاجه ما هي بالظبط بالظبط نفس الخطوات بس بتحصل في البيروكسيدوم والبيروكسيدوم ده عباره عن فيديول موجوده في الفيديول. فعشان بتحصل في البيروكسيدوم اسمها بيروكسيدوم اوكسيديشن اوفيتال. في 3 فروقات رئيسيه ما بين البيروكسيدوم والمايتوكوندريال بيتا اوكسيديشن وبييجوا في امتحان الاثنين وسؤال غير مهم. الفرق الاول ان البيروكسيدومال بيتا اوكسيديشن بتمر على الفيري لونج تشين فاتيات اكتر من 20 كارب يبقى دي مش بتاكل اي فاتيات الفيري لونج اللي اكتر من 20 كارب الحاجه الثانيه ان الفات اتش 2 اللي طالع بالانزيم اللي اسمه ايثايل او ايه ده منين ده لوت لينكد للانزيم يعني الفات اتش 2 اللي طالع ده ما يروحش للانزيم ولا يطلع الانزيم ده بيجيب الهيدروجين 2O2 ويعمل H2O2 بس ده مضر قوي ده مضر جدا ما تنساش انك انت في البيروكسي زوم وعندك انزيم اسمه بيروكسي دين فيكسر H2 يبقى الفات H2 اللي طالع ما بيروحش ال H2 وطالع لمين؟ ده بيدي الهيدروجين بتاعه ال O2 ويعمل H2O2 وده بيكسر في البيروكسي الفرق الثالث انها مش بتكمل لغايه الاخر دي بتصف لما الفاتي اسيد يبقى فيه 8 كاربون والفاتي اسيد هو فيه 8 كاربون يسمى اوكتانويل كوي طب ايه مصير هذا الاوكتانويل كوي؟ قال لك يروح ويكمل مايتوكوندريال بيتا اوكسيديشن وكانك
وكأن البيوزومال بيتا اوكسيديشن هي بريباراتوري ستيب للميتوكوندريال بيتا اوكسيديشن، وبس هي بتشورتن الفيري لونج تشين سايكل. يعني الفيري لونج تشين ده اللي ما ينفعش يدخل ميتوكوندريال بيتا اوكسيديشن، بيروح الاول فين؟ بيوزومال بيتا اوكسيديشن، ويتقدر لغايه هنا 8. لما يبقى 8 يروح يكمل ميتوكوندريال بيتا اوكسيديشن. يبقى معايا ثلاث جروبات بعد ما خلص يعمل معايا كده ما بين البيتزومال والبيتزومال شغاله على الفيرونج تشيك اكثر من 20 كربون، والفاتي تشي 2 اللي طالع ما يروحش دي تي ولا طالع دي تي، ده بيدي الهيدروجين بتاع الاوزو بعمل اتش 2 و2 وده بيكسر في الفيرونج كمان من الضغط. لما الفاتي اسيد يبقى فيه 8 كربونات يعني اوكسانويد ويك، ولما اطيله يروح يكمل الميتوكوندريال بيتا اوكسيديشن. هي ايه وظيفه البيتزوم في جسمي؟ حاجتين، كوليسترول اوكسيديشن وسيل سيتيز وفي البشر. يبقى بيتزوم بيتاكد كوليسترول ويصنع بايل اسيد. الكلمه الاخيره مرض يسمى ديل بيجر سيندروم. ديل بيجر سيندروم، ديل بيجر ده شخص علاجي. المرض ده جنبي بيبقى فيه اف سيلف اوف الفي اوف ذا دوم، يعني هذا الشخص ما عندهوش بروفيزوم. طب طالما ما عندهوش بروفيزوم يقدر يأكسد الفيري لونج تشين سايكويت، فيحصل اكيوميشن للفيري لونج تشين سايكويت في البرين وكمان في الليفر وكمان في الكدني، وبالتالي السندروم ده يا جماعه اسمها تاني تريبرو هيباتو رينال سندروم. تريبرو هيباتو رينال عشان حصل اكيوميشن للفيري لونج تشين سايكويت برين ليفر كدني، فاسمه تريبرو هيباتو رينال سندروم. عرف معنى الكلمتين، اعرفها ايه؟ يترسب في البرين فيعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن، في الليفر يبقى ليفر ديس فانكشن، في الكدني كدني ديس فانكشن. يبقى نيورولوجيكال مانيفستيشن وليفر وكدني ديس فانكشن. البروجنوزيس ايه؟ يعني ايه توقعك لهذا المريض؟ هيعيش ولا هيموت؟ هيموت. وبيفور ذا ايج اوف 1 يير، يعني مش هيكمل عليه سنه. يا ابن البريف بار لونج تشين سايكل كول كول بريف ليفر بار الكدني بار ايه؟ مش هتعرف ازاي؟ جسمي نفسه بيصنع البلوج تشين دول عشان انا ماليش فيه. جسمي بيصنع هو مش بيجيله من بره، جسمي بيصنعه بس لما بيصنعه بيحصل له اكيوميشن، وبالتالي نتيجه الاكيوميشن وبالبلوج تشين سايد واي في البرين والليفر والكدني هيداي بيفور 1 يير. في ستة هتظهرها مش قوي بقى. تحمل وتقعد تسع شهور بريتر وتخلف عيل ترتبط بيه نفسيا وعاطفيا يطلع عنده ديفير سنه ونص. تروح تحمل تاني تسع شهور وتخلف عيل ترتبط بيه نفسيا وعاطفيا سنه ويموت. راح الدكتور قال له ايه؟ شوف لك حل بقى. انا مش كل ما اخلف حته عيل واحبه شويه يروح ميت بدل بجردزوم. انا هبقى بريتر. وانت قول لي لو هو طبيعي هيكمل البريتر. لو هو عنده ديفير اسقطه وخلاص. فاحنا عايزين نعمل حاجه اسمها بري نيتال دايجنوز، يعني هشخص ديفيرنت قبل الولاده. ازاي؟ انا باخد سامبل من قبل نيوريك زيرو وادور فيه على البيوتيزومال انزايم. لو ما بريدش يبقى في بريدزوم وما فيش ديفيرنت يبقى كمل البريدزوم. طب لو ما فيش البيوتيزومال انزايم يبقى ايه جاتك؟ يبقى عنده ديفيرنت وكده. او اقيس الفيري لونج تشين سايد كويس. لو الفيري لونج تشين فدي قد ايه؟ اكيوميليتد كتير قوي يبقى مفيش بروجنوم على طبيعه كتير. اشوفكم بكره وبعده ان شاء الله، وبكره وبعده امتحان.